عايش يعني، وربنا يسكنهم جنتهم إن شاء الله رب، وربنا يغفر لكل الشهداء. بس ده دي أول حاجة. تاني حاجة، النهاردة كان كويس، النهاردة جماعة عمومية، وزي ما أنا كنت بقول براهن عليها جماعة عمومية واعية ومثقفة. النهاردة بتتكلم في 43,600 على صوت في يومين، امبارح فيه حوالي 17,000 صوت، النهاردة الباقي 43,600. فطبعا ده يعتبر رقم كبير جدا، يمكن أكثر من 50% من عدد الأعضاء، من 73,000. فالواحد والله كنا موجودين من بدري، والناس كانت متواجدة، جمال عموم متواجدة وبتيجي على طول، ودخلت وعملت اللي عليها وهو ده المطلوب منها، وإن شاء الله خير بإذن الله. شفت العودة إزاي؟ بالنسبة للانتخابات والله ده قانون، وربنا أنصفني الحمد لله، لأن الواحد يعني معروف مين هان العتال، معروف مين مجد العتال، فالحمد لله كل الكلام ده الواحد تخطاه والقانون في صفه، يعني ما فيش اكتر من كده يعني. بس طبعا حصل شويه مضايقات شويه، اللي هو بعد كده لما رجعت تغيير الرقم ومش عارف ايه، لان يعني الكلام ده مش مظبوط يعني. بس الحمد لله الواحد خلصت اليومين، والحمد لله برضو ان الناس عارفه هان العتال، مش عارفه برقم، عارفه باسمه، عارفه بشكله، فالحمد لله يعني. اتمنى ان الفترة الجاية تبقى أحسن إن شاء الله. قالوا كان في بعض المناوشات من بعض أعضاء الحملة الانتخابية هنا وهنا، شو بتشوفها إزاي؟ يعني هي كانت موجودة بصراحة قبل الانتخابات، كانت موجودة بقالها فترة من ساعة ما كل واحد أعلن إن هو نازل، سواء كابتن أحمد سليمان نازل رئيس أو أنا نازل نائب، ابتدى يبقى فيه هجوم من القائمة الأخرى يعني. لكن بنتمنى يعني، مش عايز اتكلم في الفات، بس بتمنى ان النهارده كل حاجه تبان، وفي الاخر راي الجماهير العموميه يحترم، وده يبقى مصير نادي الزمالك في الفتره الجايه ان شاء الله.